الظاهره وقعت ولات واقعه بزاف يعني كثرات عندنا هنا في المغرب، ولاو كيهددوا عباد الله بالفيديوهات وكاين شي حاجه كيدخلوا بها البورطابلات بلا ما يكون مولاها عارف وداكشي وكيهزوا الفيديوهات يعني بلا ما تكون انت عاطيها لهم ولا حتى شي حاجه. المهم كيهزوها بشي عندهم شي طريقه باش كيهزوا تصاور وداكشي وكيبداو يهدوا بهم عباد الله، كيبدا يقول لي غتعطيني قده وقده ولا ننشر هادشي على حساب زعما باش ياخذوا منه الفلوس وهادشي. بالنسبه لهاد القضيه ديال الابتزاز كثرت عندنا بزاف في المغرب في الاعوام الاخيره، ولكن هو السبب الاساس اللي كيرجع هي عندنا الامه وعندنا يعني الشعب ديالنا شويه مفتقر في العقليه. علاش في الساعه كتقدر تنصب عليه في عقليا وفي اي حاجه، وحتى هذا العالم الانترنت الانسان ما مدامش معاه يعني بواحد الشكل كلي يعني باش غادي يعرف دوك النواحي السلبيه والنواحي الايجابيه غادي يتنحاهم. هاد الامور هادي والخلاصه ديال الكلام ديالها، وهو الانسان اللي كيستعمل هاد الشيء سواء امراه او رجل خاصو تنزل عليه عقوبه زجريه ماديا ومعنويا، يعني عقوبه من ناحيه العصا، عقوبه من ناحيه الماده باش يعرف راسو بانه فين هو وفين حاط رجليه وين مع من كيتعامل. اول حاجه هادشي ديال الدراري الصغار، ثانيا ابار الدراري الصغار بنادم يعني راه تفكر بعقلو يمشي يخدم يقرا يجبدو من بعض كتافو، اما باش تبقى تهز مثلا شي تصويره ديال شي انسان وتبقى تهدو بجيبك فلوس هادشي راه ماشي اول حاجه ماشي ديال الرجال وما مزيانش. هادشي حرام ما مزيانش، ما خصهمش يديروا بحال هكا، ماشي طريقه، ما خصهاش تكون عندنا حنايا بالنسبه للمغاربه ومسلمين وهذا، ما خصهمش يتعاملوا هاد المعامله بحال هكا حشومه. شكرا. ولا بالنسبه للناس اللي كيوقع لهم هادشي راه يعني انفو انت كتبقى غادي تحط شي حاجه ما عندهاش نيفو ديالك في الانترنت يعني غادي توقع غادي تنشر، واخا هي تكون عند واحد الصديق ديالك، داك الصديق هو غادي يقدر يمارس عليك ديك العمليه ديال الابتزاز راه غير بالفلوس، ما عندوش الفلوس ولا غادي يمارسها عليك بشكل مطلق. ثاني حاجه بنادم يقلب على شي حاجه ديال الحلال، يعني تقول لك اللهم قليلهم داوم ولا كثيرهم قطوع، سير واخا تخدم غير ب 1000 ريال النهار تضرب فيها الكرفي تماره غتخرجها وغتحس بها. هاد الناس هادو كيخاصهم يعرفوا بانهم راه قد ما عاشوا لابد ما غيموتوا ولا بد من القبر. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.